مرحبا بكم في قناتنا الرياضية الأولى. الترجي الرياضي التونسي يشد الرحال اليوم إلى قطر. انطلق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 المغامرة العالمية للترجي الرياضي، حيث سيغادر وفد نادي بيبسويقة باتجاه العاصمة القطرية الدوحة، ليدخل المرحلة الأخيرة من إطلالته الأولى في كأس العالم للأندية، والتي ستجمعه بالهلال السعودي يوم السبت المقبل. ومن جهة أخرى، ينتظر أن يكون في استقبال بعثة الترجي الرياضي التونسي عددا كبيرا من الأحباء بقطر، وفي مقدمتهم إمبراطور الكرة التونسية طارق ذيب وعديد الوجوه الأخرى. بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي.